ملوحة التربة تحدي يواجه عدد متزايد من المزارعين، وقد زاد الموقف سوءاً منذ توقف نهر النيل عن الفيضان واستبداله بالري الميكانيكي. الري المستمر طوال العام يستخرج الملح من الطبقات العميقة إلى منطقة جذور النبات. عندما يقترب الملح من جذور النبات فإنه يمتص الماء العذب منها ويضعفها أو يقتلها. إنه أمر مؤسف أن يفقد المزارعون محاصيلهم بسبب الملوحة. هذه المشكلة تحتاج لتغيير في الممارسات. أول الحلول وأكثرها وضوحاً هو تقليل كمية الماء المستخدم في الري. يسهل تحقيق ذلك عن طريق استخدام المصاطب. المصاطب عريضة، لذلك تقلل من استخدام الماء بنسبة الثلث، مما يوفر الوقت والنقود المصروفة على الوقود المستخدم لضخ الماء. تساعد المصاطب أيضاً على حماية نباتاتك من تراكم الملح. ارتفاع المصاطب 20 سنتي على الأقل يجعل الماء يتجمع في الخنادق وليس حول جذور النبات. يمكن مواجهة مشكلة الملوحة بزراعة محاصيل تتحمل الملوحة مثل البرسيم. يغطي البرسيم التربة مما يقلل من البخر ويقلل الأملاح الموجودة على سطح التربة. في التربة العارية أو المزروعة بكثافة قليلة يمكنك رؤية الملح على السطح. تحدد التربة شديدة الملوحة نوع المحاصيل التي يمكن أن تزرعها مثل البنجر الأحمر أو الكرنب الأبيض أو الأحمر. أما بالنسبة لشجر الفاكهة فهناك أنواع تتحمل الملوحة مثل نخل البلح وأشجار الجوافة والتين والزيتون. وقد تمكن الباحثون من إنتاج بكتيريا لاكتوباسيليوس التي تجعل الملح غير قابل للذوبان، مما يجعله غير متاح لجذور النبات. يتم إنتاج هذه البكتيريا في المعامل وإضافتها لماء الري ورشها على النباتات قريباً من الجذور. الآن وقد فهمنا المشكلة، أصبحت الحلول في متناول أيدينا. إذا لم يتم التعامل الجيد والسريع مع ملوحة التربة، فإن المشكلة قد تحتاج لسنوات طويلة لحلها. فلنتحرك سريعاً لتطبيق الممارسات الجديدة لتحويل الأراضي المالحة لمزارع منتجة.